عم تحكي عن العصابة اللي لها علاقة باغتصاب الأطفال، ويبدو أنه عندك معلومات زيادة عن 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 هذه القضية. وين صارت التحقيقات وشو وإلى أين تتجه يعني؟ شوف، بتجربتنا الصحفية مرق علينا كثير وقليل ملفات. وأنا عملت وثائقي سقوط الإمارة اسمه على قناة الميادين من 5 سنين، قريت فيه تقريبا كل ملفات المحكمة العسكرية وكيف كانوا الإرهابيين عم بيتصرفوا. هلأ أنت وعم تقرأ ملف عصابة التيك توكر، بشرفي رجف قلبي أكثر بكثير مما رجف أنا وعم بقرأ كيف الإرهابيين بيكمشوا راس الواحد. شن قريت تحقيقات؟ يعني طلعنا على جزء من هذه التحقيقات، جزء من هذه التحقيقات صار معروف، وجزء تاني مخبى ولازم يبقى مخبى لأنه العصابة مش كلها توقفت. إحنا اليوم عم نحكي عن 8 موقوفين، فيهم تقريبا من 3 جنسيات، اللبنانية والسورية التركية. والتركية. نحن عم نحكي عن عصابة استعملت أخطر سلاح بالعالم، هو سلاح التيك توك، يلي كل أولادنا وحتى نحن نقعد بنشقلب كل الوقت. واستدرجوا الأطفال إلى كمائن، استعملوا عدة تقنيات. وعم بحكي على الحكي لأنه أنا بي خاف على أولادي، مثل ما هلأ في أباء وأمهات عم يسمعونا وبيخافوا على أولادهم. أول فخ استخدموه أنه تعا قص شعرك وعندك عرض و50% وبتاخد درينك ببلاش وما أدري شو. تاني عرض محل تياب مشهور كتير، يمكن أغلب الأولاد هلأ اللي أهلهم عم يسمعوا بيعرفوا أنه كانوا راحوا يشتروا، بس هذا مش يعني أنه هني مورطين أولادهم بالقصة. كمان استدرج بأسعار أقل من باقي المحلات وجاب الأولاد وصار يقول لهم لبعض الأولاد تعوا عملوا ديفيلي عرض وبعطيكم تياب ببلاش. ونوع ثالث استدرجوه بالمنوم، يجيبوه ويخدروه وينوموه ويغتصبوه. ونوع ثالث استدرجوه يحكوا مع الشاب اللي عمره 16-17 سنة من أكاونت بنت، وبس يوصل يلاقي حاله بكمين ويتم اغتصابه وتصويره. هذه العصابة عندها جذور بلبنان لكن عندها أصول فرعية وأساسية خارج لبنان، ولهيك مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وعلى رأسه العائد باتريك عباد ومعه رتبة مجهولة أسمائهم اشتغلوا بهالملف بجدية بحرفية وبإمكانيات متواضعة. وكل ما مرق الوقت رح نكتشف أكثر وأكثر. كان الحكي بعشرات، صار الحكي بمئات الضحايا. أف هالقد؟ إيه نعم. واليوم الأهل مش كلهم عم يشجعوا أولادهم يعترفوا، لا، لازم يشجعوا أولادهم يعترفوا، لازم ينحموا أولادهم في تلك المحاضر حين تخرج إلى العلن. لأنه هيدا الولد اللي بيطلع اسمه أو بتطلع صورته رح يحمل هذا التعب. لا أكيد الأمر. أكيد هيدي لازم يصير في حماية هؤلاء الضحايا. نحن والأهالي لازم ننتبه، ننتبه كتير منيح أولادنا مع مين عم يتعاطوا. وكمان في أهالي بيتحملوا مسؤولية، يعني أنا إذا بكرة الملف كقاضي بيوصلني في أهل لازم أوقفهم. وقت اللي بيكون طفل عمره 10 سنين كيف تبعته أنت لوحده على محل تياب أو على صالون شعر أو عند رفيقه على الشلال بدون ما يكون معه أمه أو يكون معه بيه أو يكون معه خيه الأكبر منه؟ في جزء من المسؤولية عن الأهل كيف تركوا أولادهم يكونوا عم يتواصلوا مع العالم هيدا كله ويروحوا ويجوا بدون ما ينتبهوا. في جزء هول مجموعة المنحرفين والعصابة لازم يتحاسبوا. وما بعرف إذا القانون اللبناني شو بينص على جرم، لكن إذا القانون اللبناني عم يحكي عن 7 و10 سنين حبس، لازم هلأ مجموعة نواب تفوت تعدله وتحكمهم بالإعدام. المغتصب لطفل والمتحرش بطفل والمنحرف الذي يصور أفلام لأطفال عم بتم اغتصابهم لازم ينعدم لا 7 سنين ولا 10 سنين ولا محكمة بدرجتين ولا محكمة ب3 درجات. ما بعرف النص القانوني شو بيقول حده الأقصى، لكن إذا هذا النص ما فيه إعدام لازم هلأ مجموعة نواب فوراً تبعت قانون لمجلس نواب وتعدل وتحاسب. مواقع التواصل الاجتماعي ما فيك تطلع منها، مثل كأنك عم تقول للسمك اطلع من المي، خلص نحن كلنا اغتصنا فيها. لكن الأهل من واجبهم يراقبوا أولادهم شو عم يشتغلوا. وفي كثير برامج لاختصاصيين. صحيح، نشوف كثير بخبروك كيف بتنزل أبليكيشن أو تليفون أولادك بيكون هو ذاته موجود عندك نسخة وعم بتشوف ابنك شو عم يحضر كل الوقت. لا، هذه العصابة على مسؤوليتي هي أخطر من داعش بكتير. هذه العصابة استدرجت، اغتصبت، صورت وصدرت بعض الأطفال والفيديوهات إلى خارج لبنان.
طيب مثل كل قضية بلبنان بتصير بتبلش تدخلات من الشمال ومن اليمين، هل في أي تدخل بلش يبين بهذه القضية أو لا؟ أولا ملف عند الرئيس غادة عون، والرئيس غادة عون تعرف يعني بس يتصل فيها بتحط تويت، مش إنه بتقول فلان الفلاني اتصل فيي. لا، الرئيس غادة عون ما حدا فيه يتدخل معه. باتريكي عباد مثل ما معروف عنه ضابط آدمي وكفؤ، ما حدا فيه يتدخل معه، وبعتقد هيك جرم مين بيسترجي يتدخل. وبين هلالين المرتكبين فيهم مسيحية وإسلام من كل الطوائف ومن كل الجنسيات، وبالتالي هذه الجريمة منا جريمة حزبية، هي الجريمة منا جريمة طائفية، هذه عصابة بكل معنى الكلمة تستدرج الأولاد تغتصبهم وتصورهم وتصدرهم. وبفهمت أنا أنه رح يصير في اتصالات من أكثر من جهاز غربي بالساعات والأيام المقبلة، ليصير في تعاون لبناني دولي لكمش كل هذه العصابة.